فهنعمل برضو صينيه جلاش بسيطه جدا جدا وغير مكلفه. انا عندي جلاش وسمنه وشويه لبن بس، جلاش وسمنه وشويه لبن اهو. هاخد كده السمنه وابدا ايه ادهنها بالشكل ده، وهروح ماسكه ورقه الجلاش. بسم الله. تعمليها في صينيه مربعه، تعمليها في صينيه طويله زي ما انت عايزه. انا قلت خليها زي الفطيره كده، خليها زي الايه، زي الفطيره. وادي كده سمنه، بصوا سنه لبن كده بسيطه جدا. وبعدين اكمل ادي كده من هنا، وادي كده من هنا، هطلعها مدوره وحلوه كده. وسمنه تمام، وسنة لبن، وناخد نكمل. انا شغالة على فكرة ورقتين ورقتين، هتلاقيها خلصت في ثانية عشان ده حادق مش محتاجة ان هي تبقى ورقة ورقة. تمام، لغاية ما تخلص كل الكمية. هو شبيه قوي 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 بالكيك الاسفنجي، بس هو بيبقى فيه زبادي وبيبقى فيه معلقة سمن كبيرة وبيبقى فيه شربات وجوز هند للوش. بعد ما بسويها بدخلها الفرن، هي معاملة بالظبط الكيك الاسفنجي. عايزة ايه؟ جمبري؟ عايزة تعملوا ايه؟ يا ريت لي عايزة تعملوا ايه؟ اي طريقة للجمبري؟ مقلي، اكتر حاجة مقلية، ده اشهر حاجة يعني بالنسبة لنا. لا مش الدرجة دي.